So we have very strong risk assessments. There is also, at the moment, an increase in insurance premiums going through there. So there's a war risk put on shipping. حرب ناقلات أخرى محتملة تمتد من باب المندب إلى مضيق هرمز على غرار حرب الناقلات الأولى بين العراق وإيران ستشل التجارة العالمية. تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية حذر من أن الخطوات التي تتخذها واشنطن رداً على الهجمات الأخيرة ضدها سيزيد من اضطرابات الشحن في المنطقة. President will not tolerate attacks on American troops, and neither will I. Our teammates were killed by radical militias backed by Iran. خاصة في مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران ويمر منه يومياً 21% من احتياجات النفط العالمي. شركات الشحن ترجح أن إيران ستثأر من الضربات الأمريكية على أهداف تابعة لها ولحلفائها باستهداف سفن في مضيق هرمز. لقد بحثنا هذا الأمر مطولة، وبغض النظر عما إذا اكتفت الولايات المتحدة بهذا الرد أو قررت الانتقام كذلك من الحرس الثوري الإيراني، فإن الإيرانيين يمكنهم مهاجمة السفن التجارية وهم يفعلون ذلك منذ عدة سنوات، ولا سبب يدعونا للاعتقاد بأنهم لن يستغلوا هذه الفرصة. ويرى خبراء أن إيران لن تستفيد شيئاً إذا أغلقت مضيق هرمز، يكفيها فقط أن تلوح بأن المخاطر التي يتعرض لها الشحن التجاري على وشك الزيادة، ما سيشكل اضطرابات حقيقية في حركة التجارة العالمية. في حين يرى آخرون أنه يمكن للإيرانيين أن يهاجموا السفن سراً أو التظاهر بأن الهجوم مرتبط بالرد على حادث سابق أو تنفيذ هجمات خارج مياههم الإقليمية كما حدث في عام 2019. فهل سنشهد حرب ناقلات جديدة بين إيران وأمريكا